يا لا تتكلم في موضوع لخبطة الخطوة أو تغير الخطوة، سواء تغير إيجابي أو عدم دقة، يعني تغير من شخص دقيق والصانع اختلفت دي الوقوف فخفف، أو أرضية مثلا وغيره، أو شخص يركب بالطريقة بس مو مرة متقن في لخبطة في الوزن، فوزن وزنك رقبته يعني فرجع خبط أو مساري إلى آخره. لا تتكلم في الموضوع هذا مع شخص في نفس الحالة أصلا نجح الحصان مثل ما يريد، يعني حصان يبغى يهدب وأنت تهدب نفس الحالة، تبغون هدب الحصان معه لأنه يبغى يوسع يفتح، هو يبغى يهدب الحصان قوس وكرب، فتبدو الكربة موزونة يعني ثابتة ما زاد عنها ولا قل عنها، كنت تبغى هدب كنت تبغى هدب الحصان كرب كرب يبدو شكليا ثابت، طبعا مو موزون كخفة رقبة، موزون قصة خطوة ثابتة. أنت طلبت من السيارة 100، السيارة مشت 140 بس ثابتة، مصيبة. الحصان الموزون أنت تقول 100، لو زاد سانتي عنها ترجع سانتي، زاد 10 كيلو عنها ترجع 10 كيلو، فأنا هدب. لو زاد شعره رجع شعره، زاد كثير بيرجع كثير، أصر بوقفه، أصر بدقريس. كيف تسمى هذه لخبطة خطوة؟ سواء حصان موزون غير موزون جديد عسيف، إذا حصل اختلاف أثناء الاختلاف خفف، كيف تصير هذه عيب والحصان اللي أو بالأحرى كيف تصير هذه لخبطة خطوة والحصان اللي سوى اللي يبغاه بس يبدو خطوته مرتبة تعتبر خطوة هي مرتبة، خطوة مرتبة يقصد فيها في نفس الحالة الحصان ما زاد ولا قل، يعني أنت وياه تبغون تهذبون وهو يبغى يهذب والحصان اختلف معه ومع ذلك أثناء اختلافه ما زاد ولا قل، هنا نعم الخطوة مرتبة أكثر لأن الحصان موزون أكثر أو تركيبته أحسن أو الشخص دقته أحسن منك أو طريقته أحسن منك إلى آخره. لكن أنتم اثنين تبغون تهذبون حصانك، تقول له يا تهذب يا أي محاولة للزيادة تخليك تخفف، نعم اللخبطة هذه. هو قال له يهذب، الحصان قال له معصي بكرب وثبت بالكرب، بئس ثبات الخطوة هذا أو بئس عدم ثبات الخطوة هذا أو بئس عدم اللخبطة هذه. إذا فرق بين حصان خطوته ثابتة أنت مثبتها وحصان ثبت خطوته في سرعة، مو بخطوة في سرعة أنت لم تطلبها أصلا، جاب الجاب. كذلك فرق بين حصان خفف لأنه يبغى يزيد وزنته فخفف، يعني أنت خففته أو أنت سبب التخفيف وزنك له وتحكمك فيه، وحصان آخر تبغى يزيد وخفف، أنت تبغى تهذب وحارب، أنت تبغى تخب وحارب. لا تقارن حصان يبغى يزيد واكبته خفف بصار حرون أو كان، ولا تقارن حصان تبغى تهذبه كرب بحصان أنت تبغى تكرب فيه أصلاً.